ميكرو فريد على قناة أنفاس بريس، دائما جديد المواضيع بكل تواضيع. خرجنا الشارع المغربي باش غنسولوا من وراء إقصاء فريق الرجاء البيضاوي، فريق عالمي وصل لهاد الحالة هذه، شكون السبب ديالو؟ إلا بغيتو تعرفوا شكون السبب ديالو أجيو معايا. أم لك الحمد. قول لي يا خويا، من وراء إقصاء فريق الرجاء البيضاوي؟ هو الإقصاء هو كان متوقع، حيت مش نجيو نشوفو من الاصل. كيقول لك ما بني على باطل فهو باطل. ما يمكنش انت باغي تدعس عصبه الابطال بلعابه ما عندهم حتى 50% ديال التجربه في المنافسات. جيتي خويتي الناس اللي كانوا كيلعبوا على العصبه 4 سنين هذو 3 سنين وكانوا كيتاهلوا الادوار ديال النصف، وكاين اللي دار نقولوا داز الدور ديال الربع النهائي، ولكن باش جيتي انت جبت 90% تبدل الفرقه كامله وجايب ناس ماشي اقل مستوى من الناس اللي كانوا عندك. انت جيتي كرئيس ديال الفرقه، جيتي بواحد البروجي انك جيتي فرتكتي هذه الفرقه، ماشي وقفتيها، جيتي عطيتي واحد الوعود، وديك الوعود الجمهور كاملين تاقوا فيك، قالوا بان هذا الرئيس هو الرئيس اللي غادي يرجع ديك الفرقه اللي على الاقل ترجعوا فيها ان تنافس على الالقاب. المسؤول الاول هو الرئيس، وحتى واحد ما كاين، نقول لك راه ما كاين لا مؤامره، هادشي راه ما دخل فيه لا مؤامره لا قزع لا كاف. المسؤول الاول هو السي الرئيس اللي كذب على الجمهور وبيعوا الوهم. الرئيس اللي دار بالنسبه للمستوى التقني كمشاهده عاديه، انا شفت ان الرجاء فريق الرجاء البيضاوي كان فريق ما قراش الخصم مزيان، بحيث انا الفريق الاهلي كان فريق عنده قامات طويله وكانوا كيلعبوا عليهم، يسد عليهم الوسط كانوا كيلعبوا عليهم الكرات الطويله اللي كانت كلها من نصيب المنتخب الفريق المصري. وكان شوية تسرع من جانب اللاعبين الرجاء، وما كانش واحد التركيز، يعني هذاك اللي كان الفرق بين اللي كان اللي خلى الفارق لان المباراه ما تكسبش، هو ان هذيك شويه باش غير دقه انه يركز ويسجل. الدليل انه من جاتهم ضربه جزاء ضيعوها، وكان عاوتاني من ناحيه ما كانش الرجاوي لاعبين 100% في الماتش، كانوا لاعبين على الحكام، كانوا مراقبين الحكام، كان كل واحد يلاه غيدوز من حدا الاخر غادي يطيح باش يجيب ضربه جزاء، باش يجيب ضربه جزاء. ما كانش اللعب يعني لعبوا على الاربيط اكثر من لعبوا على الاربيط اكثر ما هما لعبوا على انهم يلعبوا لعبهم ونساو بانهم راه كانوا خاسرين وكانوا هو هذاك الهضره. وي اخويا خصي حتى الابتسام تاع الراجل ما يمشي يجمع الزبله ويحيد علينا، حتى الابتسام تاع الراجل هذيك هدراوين ما حملناش حنا، ما يمشي عايش مع الزبل في كان كيخدم، ما هذيك الراجل صعيبه عليه باش يبقى معاه. بقى في الحال؟ بزاف هذيك الهدراوين ما حملناش. دابا انا كنشوفك من جبت لك الراجا عينيك غرغرو. راه خرجينا على الراجا خشي عطاه بتيسا. شنو غتقول لي من هذا المنبر؟ يمشي يجمع الزبل ويحيد علينا. ما كان مراجعه بين كاين المدرب والرئيس ودوك اللي معاه. ما يمكنليش انايا من الزنقه غندخل نقصي الراجا، وما تيكونوا عينهم كبار اولدي وتيبداو يتخشاو شي حوايج اللي بعيده عليهم. لا يعقل فريق عالمي، فريق عنده جمهور عريض، عنده جمهور مبتسم، انسان تيريب. يعني سبب الاقصاء فريق الرجاء هو الرئيس؟ راه باينه هادشي، لا يعقل فيه هادشي، لا نقاش فيه هادشي. راه كاينين مسؤولين اخرين اللي غايجيو من الجمعيه ديال الملك، هي هاد كرة القدم اللي غايتابعوا هاد السيد هذا. راه تيصعب بنادم غادي يمشي ينعس وغايقول